هناك فيروس جديد يدعى فيروس كورونا، وهو المسبب لمرض كوفيد-19، ويعد من السهل التقاط عدوى فيروس كورونا الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم. قد تكون الإصابة بمرض كوفيد-19 حادة وتؤثر على عملية التنفس، وقد تسبب التهاباً خطيراً في الرئتين. من المهم أن تحموا أنفسكم وتحموا عائلاتكم وتحموا مجتمعكم. ينتقل كوفيد-19 بسهولة، ولهذا علينا جميعاً أن نحمي أنفسنا ونحد من انتشاره. هذا ما عليكم القيام به. حافظوا على مسافة بين متر إلى مترين بعيداً عن الآخرين، يعادل هذا مسافة ذراعين على الأقل. ألقي التحية من غير ملامسة. اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لأكثر من 20 ثانية، أو استخدم معقمات الأيدي الكحولية. قم بالسعال أو العطس في مرفقك وليس في يديك. إذا قمت باستخدام منديل، تخلص منه بسرعة في سلة المهملات، ومن ثم اغسل يديك. تجنب ملامسة وجهك. ارتدوا الكمامات أو الأوشحة لتغطية الأنف والفم في حال تم إبلاغكم بذلك من قبل الجهات الصحية في بلدكم. عندما تعتني بشخص مصاب أو يحتمل أنه مصاب بكوفيد-19، من الأفضل أن تستخدم معدات الوقاية الشخصية لتجنب العدوى. وقد تشمل هذه المعدات أقنعة الوجه وحماية العين كالنظارات الواقية والقفازات الطبية. ومع ذلك، وفي الكثير من الحالات، يمكن أن يساهم الحفاظ على بعد مسافة متر إلى مترين عن المريض في الحفاظ على سلامتكم. من المهم أن تغسلوا أيديكم بالماء والصابون، أو أن تستخدموا معقمات الأيدي الكحولية قبل وبعد اعتنائكم بشخص آخر. حافظ على صحتك، أحدث فرقاً.